إن حوالي مليون مصري بقى يجيد القراءة والكتابة. هم كانوا من الأميين، تم محو أميتهم من سنة 2014 ل 2022. مليون مواطن مصري اتعلم القراءة والكتابة، فإحنا أمام يعني موضوع مهم جدا، إيجابي جدا، شيء مبشر بشكل كبير. إن إحنا نسبة الأمية عندنا بتقل. إحنا عارفين طبعا دلوقتي إحنا المفروض نشتغل على حاجات تانية، يعني أمية القراءة والكتابة دي بقت هي الأمية القديمة. الجديد إن إحنا نمحو أمية التكنولوجيا أو الجهل بيه التكنولوجيا، ده العالم كله بيشتغل عليه حاليا. ولكن إحنا ننظر للجزء الإيجابي، إن الموضوع ده اشتغلت عليه الدولة من أول، يعني أولوياتها كان محو أمية من لا يجيد القراءة والكتابة. وبالفعل في إطار هذه الخطة بالتعاون مع الجامعات المصرية بأيادي الطلبة المصريين اللي بقوا بيشاركوا بشكل كبير قوي في الموضوع ده، تم محو أمية حوالي مليون مواطن مصري. يعني نسبة الأمية بقت أقل من 25%، وده شيء الحقيقة كويس جدا ولازم إن احنا نشير ليه ونأكد عليه. الموضوع ده تم الحقيقة بناء على الجهود اللي حصلت مع أو بالتعاون ما بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وما بين الجامعات المصرية. في بروتوكولات تعاون تم توقيعها، في كل جامعة مركز لتعليم الكبار بيتواصل مع الكليات، يتواصل مع الطلبة، في كمان قوافل بتمر على أهالينا في كل مكان علشان تساعد أكتر في نشر فكرة يعني إجادة القراءة والكتابة. فبالتالي جهود كبيرة جدا حصلت. لكن خليني أقول لحضراتكم كده نبذة من المحافظات اللي بقت نسب الأمية فيها قليلة جدا، وأعتقد حضراتكم ممكن تتفاجئوا بهذه المحافظات. يعني عندنا نسب قليلة في محافظة جنوب سيناء، نسب الأمية فيها الحقيقة أقل من 8%. الوادي الجديد، البحر الأحمر، بورسعيد والسويس، دول من أقل المحافظات اللي فيهم أمية في مصر. خلينا نحلل يعني هذه الأخبار الطيبة ونعرف يعني إحنا محتاجين نعمل إيه كمان علشان يكون كل المصريين يجيدوا القراءة والكتابة وتختفي تماما يعني الـ 25% حتى اللي إحنا بقينا أقل منها في موضوع الأمية. بينضم لينا على تليفون دكتور حسام النحاس الخبير التربوي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير وفيد. اهلا بحضرتك معانا. وزي ما بنقول كده خبر ايجابي قوي ان احنا نشوف محو اميه مليون مواطن مصري من 2014 ل 2022. تعليق حضرتك يا دكتور على هذه النسبه، وايه الاسباب اللي ادت ان احنا نوصل لهذه المرحله؟ في البدايه احب اقول لك انه موضوع محو الاميه هو تحدي للدوله المصريه، لان لو قلنا ان الدوله المصريه لديها تحديات ونحن في جمهوريه جديده للدوله، فإنه التحدي الأكبر هو تحدي الأمية. وزي ما كنت بتقولي في مقدمتك إنه العالم الآن يتحدث عن محو الأمية الرقمية، ونحن نتحدث عن محو الأمية الهجائية، أي أمية القراءة والكتابة. وبالتالي هذا التحدي هو أمن قومي للدولة المصرية. لدينا منذ 2014 حتى الآن جهود كبيرة، وكان لدينا مشروع قومي كبير جدا هو المشروع القومي للقضاء على الأمية. أنت تعلمي أنه نسبة الأمية في مصر كانت نسبة مرتفعة وهي لأسباب كثيرة، ولكن مع بداية هذا المشروع ولدينا هيئة هي الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، هذه الهيئة تقوم بدور كبير جدا وفعال بالاشتراك مع الجامعات المصرية ومع وزارة التربية والتعليم ومع الهيئات والمؤسسات الأخرى. وبالتالي استطعنا محو أمية ما يزيد أو ما يقرب من مليون مواطن من أهالينا في مختلف أنحاء الجمهورية في جميع المحافظات. نريد تركيز أكبر على محافظات الصعيد، لأنه لو رجعنا إلى النسب والإحصائيات الخاصة بالأمية في مصر هنلاحظ أنه النسبة المرتفعة أو النسبة الأكبر هي من الإناث، هذا أولا، إضافة إلى أنه النسبة الأكبر تكون في الريف وفي صعيد مصر. وبالتالي نحن في حاجة إلى عقد مزيد من البروتوكولات المختلفة من جانب الهيئة مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية ووزارة التعليم العالي، وهي تقوم بدور كبير في هذا الشأن. الجامعات المصرية وأساتذة الجامعات والطلاب في مختلف الكليات النظرية بيقوموا بدور كبير في هذا الشأن. خلينا أقول لحضرتك أنه كل جامعة الآن بها مركز لمحو الأمية وتعليم الكبار،
لدينا ايضا في الكليات النظريه ككليات التربيه على مستوى الجمهوريه هناك يعني زي مشروع للتربيه العملي بيكون يعني مختص بمحو الطلاب طلاب الجامعات ولا يحصلوا على شهادات التخرج، اذا هو شرط للتخرج محو اميه عدد من ودي نقطه عايزين نركز عليها يا دكتور، ان مجهود كبير قوي من اللي اتبذل كان على ايدي طلبه مصريين طلبه الكليات المختلفه، لو توضح لينا اكتر مين الكليات اللي فعلا الطلبه الدارسين فيها هم اللي ساهموا بشكل كبير في محو اميه المواطنين المصريين. ما هو أنا أرى إن هو ده الإنجاز الأعظم في هذا المشروع، إنه من يقوم على محو الأمية هم من طلاب وطالبات الجامعات المصرية من الكليات النظرية، أخص بالذكر كلية التربية لأني أعلم إنه في كلية التربية لطلاب الفرقة الرابعة هناك شرط أساسي للتخرج وهو القيام بمحو عدد من أهالينا من القرى التي توجد فيها الجامعة، لأنه الجامعة ليس دورها فقط هو التعليم بالنسبة للطلاب والطالبات ولكن دورها أيضا هو تنمية المجتمع المحلي. لو بكلم حضرتك مثلا عن جامعة بنها بصفة أستاذ بجامعة بنها لدينا مجهود كبير جدا في هذا الشأن، لدينا بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، طلاب الكليات المختلفة وأخص كلية التربية بيقوموا بدور كبير في القرى والمراكز الموجودة داخل محافظة القليوبية في عملية محو الأمية. طيب دكتور لو هنتكلم إيه اللي احنا محتاجينه علشان نشتغل بوتيرة أسرع أو تختفي تماما فكرة أمية القراءة والكتابة في المجتمع المصري؟ هو ده التحدي الحقيقي، ولذلك أنا بقول لحضرتك على مجموعة من المقترحات. يعني يجب الأول أن يبقى في زيادة للعدد اللي بيقوموا على محو أمية الكبار أو محو الأمية بشكل عام، لأنه الأمية لا تخص كبار السن فقط، يعني لو رجعنا إلى في المتسربين من التعليم وفئات كتير طبعا، وهناك من سن 15 حتى 45 عام وهناك من فوق 45 عام، ونحن نريد الوصول إلى صفر أمية في جمهورية مصر العربية، لأنك تعلمي أن الأمية مرتبطة بأشياء كبيرة منها ملف الثقافة وملف الوعي والملفات الأخرى. إذا يجب أولا زيادة عدد اللي هم بنقوم على محو أمياتهم من الكبار ومن الأعمار المختلفة. اثنين، يتم التركيز على الإناث وعلى صعيد مصر. ثلاثة، زيادة عدد فصول بحو الأمية بالمدارس، وأنا أقترح أن المدارس التي تقوم على النظام الفترة الواحدة يكون هناك فترة ثانية للمدرسة تقوم على أكثر من فصل لمحو الأمية، ويتم يعني مدرس المدارس وطلاب الجامعات يكون لهم دور في ذلك. أيضا أقترح أنه الطلاب من الذكور اللي هم بياخدوا إعفاء نهائي أو مؤقت من التجنيد بالقوات المسلحة أيضا يكون شرط أساسي للحصول على شهادة الإعفاء هو أيضا القيام بعملية محو الأمية. دي كلها مقترحات. أقترح أيضا أن يتم ربط ملف محو الأمية بتقديم العديد من الخدمات، مثل هو الحال في الحصول مثلا على الرخصة المهنية شرط أساسي أن يكون يعني حاصلا على شهادة محو الأمية. نريد دور أكبر للجهات المانحة وللهيئة، عقد مزيد من بروتوكولات التعاون، يكون هناك مشروع قومي حقيقي للقضاء على الأمية في مصر في كل قرى ومراكز مصر سواء في الوجه البحري أو في الوجه القبلي.